مزيج من دموع الفرح وعدم التصديق بعد أن تم أخيراً لم شمل إحدى الأسر في الصين، وذلك بعد أكثر من عقدين من الزمن في قصة قل نظيرها. فما الذي حدث لتلك الأسرة الصينية؟ كيف حافظ الأب على الأمل على مدى أكثر من عقدين؟ وكيف تم لمل شمر العائلة أخيراً؟ ولكن قبل أن نخوض في الأحداث، إن كنت أول مرة تشاهد محتوانا أو كنت متابعاً غير مشترك بعد، فننصحك بالاشتراك وتفعيل الجرس وترك الباقي علينا. لنبدأ. في العام 1997 كان أحد أطفال الأسرة والذي كان يبلغ حينها من العمر سنتين يلعب خارج منزل الأسرة في مقاطعة شانتونغ، عندما تم اختطافه من قبل امرأة غير معروفة. بعدها وبحسب ما ورد فقد تم بيع الصبي لعائلة أخرى في مقاطعة هينان في وقت لاحق. في خضم ذلك أبلغت أسرة الصبي عن حادث الاختطاف، كما تم عمل تحقيق رسمي بشأن ملابسات الحادث، ولكن كان كل ذلك غير مجدي حيث لم يظهر أي دليل لمواصلة البحث. وعلى الرغم من كل ذلك فوالدا الصبي الصغير لم يستسلما ولم يتخليا عن البحث عن ابنهما، حيث بدأ الأب المدعو جوجي تانغ بحثه الخاص بعيدا عن البحث الذي قامت به السلطات الرسمية، غير أن بحثه لم يدم لأيام أو حتى شهور، بل استمر على مدى 24 عاما. خلال تلك السنوات جاب الأب الصين كلها على دراجة نارية، حيث عمل على توزيع منشورات من أجل التذكير بقضية ابنه، وكذا حاول تتبع كل الخيوط التي ظهرت في القضية بمرور السنين. فقطع الأب أكثر من 802,482 كيلومتر خلال بحث استمر طوال 24 سنة انطلاقاً من تاريخ اختطاف الصبي ذو السنتين. فقد استخدم الأب جوجين تانغ خلال مهمة البحث تلك لما يقارب 10 دراجات، حيث كان يضطر إلى تغيير الدراجات بفعل تعطلها أو حدوث مشكل بها لا يمكن إصلاحه. وبالتزامن مع ذلك أيضاً فقد أنفق جميع مدخرات الأسرة في البحث، لكن على الرغم من كل ذلك فالأب المصمم على العثور على فلذة كبده لم يستسلم، وظل مؤمنا بأنه سيجد ابنه في يوم ما. ثم بعدما يزيد عن العقدين من الزمن شملت البحث في كل مكان من الصين، فقد توقف بحث الأب جوجين تانغ، ليس لأنه استسلم للأمر الواقع، بل لأن الشرطة في مقاطعة هينان قد تمكنت من العثور على الطفل. فقد لاحظ بعض رجال الشرطة وجود شاب تطابق أوصاف الطفل الذي تم اختطافه قبل 24 عاما، وقد تم الشك بأنه قد يكون الطفل الذي تم اختطافه من مقاطعة شاندونغ، خصوصا أنه الشاب الذي تم العثور عليه كان يبلغ من العمر 26 سنة، وهو نفس العمر الذي يجب أن يكون عليه الطفل الذي تم اختطافه في ظروف غامضة. بالإضافة إلى بعض التفاصيل التي رواها أفراد عائلة الطفل والأوصاف التي قدموها عنه التي ومن خلال الاستعانة بها تم إيجاد ذلك الشاب. لكن وعلى الرغم من تطابق الأوصاف وعلى الرغم من كل تلك التفاصيل المشتركة بين الصبي المختطف والشاب الذي عثر عليه، فلم يكن هنالك شيء مؤكد، حيث وافق الشاب على القيام باختبار الحمض النووي للكشف عن هويته. وبعد الاختبار فقد وجد أن الشخص الماثل أمامهم هو بالفعل طفل الأسرة، والذي تم اختطافه عندما كان في الثانية من عمره. وأخيراً تم لمل شمل الابن مع عائلته. كان الابن قد أصبح حين العثور عليه مدرسا يبلغ من العمر 26 عاما، وبحسب ما ورد فقد اعتقلت السلطات شخصين متورطين في اختطاف الصبي، بينما لم يصدق أفراد العائلة أنهم وبعد عناء كبير وجهد لا يوصف قد عثروا على ابنهم أخيرا. فظلوا يعانقون ابنهم المفقود لساعات طويلة بعد أن تم استدعاؤهم إلى مركز الشرطة وإعلامهم بأنه أخيراً قد تم العثور عليه.
وبعد العثور على الشاب واعتقال المشتبه بهم، فقد قالت السلطات المحلية في المقاطعة بأن الأشخاص الذين اختطفوا الصبي الصغير قد عملوا على بيعه لعائلة في الصين أيضاً، وذلك في العام 1997، حيث كانت ظاهرة اختطاف والاتجار بالأطفال في الصين قد انتشرت بشكل كبير، خصوصاً خلال ثمانينيات القرن الماضي وبداية التسعينيات، كما أن ما زال الطين بلة وعمق الظاهرة أكثر هو بدء تطبيق ما يعرف بسياسة الطفل الواحد في البلاد. فعلى أعقاب تطبيق ذلك القانون ارتفعت وثيرة اختطاف الأطفال الصغار، خصوصا الذكور منهم، حيث كان المختطفين يعملون على بيعهم لأسر لا تملك أطفالا أو عائلات أخرى تريد وريثا ذكر. كما كان التلفزيون الصيني المركزي CCTV قد عرض مشاهد للأب والأم خلال العثور على ابنهما، وقد ظهر وهما يبكيان ويعانقان ابنهما الذي أصبح شابا. من جهة ثانية يذكر أن الأب جوجي تانغ وحين اختطاف ابنه سنة 1997 قد كان حينها يبلغ من العمر 27 عاما، وأنه عقب ذلك قدم استقالته من عمله ليتفرغ للبحث عن ابنه، فبدأ يجوب البلاد بحثا عن طفله على متن دراجته النارية التي وضع عليها أعلاما كبيرة إلى جانب صورة لابنه. وعقب تداول شريط التلفزيون فقد تفاعل الآلاف من الأشخاص مع الخبر، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن تعاطفهم الكبير مع الأسرة وعن إعجابهم بالأب الذي كرس وقته وجوده وسنوات طويلة من عمره للعثور على فلذة كبده رغم استحالة الظروف وعجز السلطات عن الوصول إلى المختطفين. كما كتب الأب جو جين تانغ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم لمل شمله بابنه قائلا: إن اليوم مهم جدا بالنسبة لي ولكل الأسرة، فقد تم العثور على طفلي والمستقبل مليء بالسعادة، فالله يعاملنا بلطف. كما يذكر أنه بحسب تقرير صادر عن وزارة الأمن العام في البلاد، فإنه منذ إطلاق قاعدة بيانات الحمض النووي في الصين والتي خصصت لإثبات هويات الأطفال المختطفين خصوصا في السن المبكرة خلال العام 2016، فقد تمكنت السلطات في الصين من مساعدة ما يزيد عن 2600 شخص تم اختطافهم عندما كانوا لا يزالون أطفالا في العثور على أسرهم البيولوجية. فما رأيكم مشاهدينا في ظاهرة اختطاف الأطفال المنتشرة في الصين؟ وكيف تجدون تصرف الأب وإصراره على العثور على ابنه رغم كل تلك السنوات؟ شاركونا آراءكم واقتراحاتكم عبر التعليقات أسفل الفيديو. في أمان الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.